ضوء على أبرز المواقف الإيرانية مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس من طهران. أهلا بك حازم. في أي سياق يمكن أن نفهم كل التصريحات الصادرة اليوم سواء عن المرشد الأعلى وكذلك وزير الخارجية ورئيس البرلمان؟ وهناك ملاحظة في كلام عرقجي يجدد فيه الاتهام المباشر لواشنطن بالمشاركة في هذه الهجمات الإسرائيلية على إيران. قبل أن نقرأ ربما ما هو المشترك في كل هذه التصريحات ريما، اسمحي لي أن أشير إلى أن وزير الخارجية الإيرانية اجتمع قبل قليل مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، التي نقل المتحدث باسمها عنه كلامه بأن إسرائيل من خلال كل تصرفاتها تسعى إلى توسيع نطاق الحرب في المنطقة، وأن إيران سترد في الوقت المناسب على الهجوم الإسرائيلي. هذا الكلام أيضا يضاف إلى ما كان عراقشي قد قاله بطبيعة الحال. أما إذا أردنا أن نتحدث ربما عن القواسم المشتركة في كل التصريحات الإيرانية وفي كل البيانات الرسمية التي صدرت بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر يوم أمس الأحد، يمكن الإشارة إلى أن كل هذه البيانات لم تتحدث بتسارع وبانفعالية وبعجلة بأن إيران ستقوم بالرد، وإنما اتخذت من عبارة إيران تحتفظ بحق الرد وبأن الهجوم الإسرائيلي انتهاك للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة عنوانا عريضا لها، وتركت الباب مواربا أو المشهد ضبابيا، هل ستقوم إيران بالرد أم لا؟ أيضا في هذا الإطار كما أشرت ريما، كل هذه البيانات وجميع هذه التصريحات حملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن هذا الهجوم بشكل أو بآخر، واعتبرت طهران في كل تصريحات مسؤوليها والبيانات الصادرة عن مؤسساتها السياسية والعسكرية بأن واشنطن سهلت للقوات الجوية الإسرائيلية الوصول إلى منطقة قريبة من الحدود الإيرانية، ما مكنها من إطلاق صواريخ باتجاه الأهداف التي كانت قد حددتها في ثلاث محافظات إيرانية. وبالتالي تعتبر إيران بأن الإدارة الأمريكية مسؤولة وشريكة لإسرائيل في هذا الهجوم الذي تم تنفيذه على مراكز عسكرية إيرانية. النقطة الثالثة المشتركة في جميع هذه التصريحات أيضا هي أن إيران تربط بشكل أو بآخر ولو بشكل ضمني بين الهجوم الإسرائيلي عليها والتطورات الإقليمية وتحديدا في غزة ولبنان، وكأنها تقول أن مربط الفرس هناك حل المشكلة وحل الأزمة وإيقاف العدوان على لبنان وإنهاء الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ستؤدي إلى حل الأزمة عموما في الشرق الأوسط. كل البيانات أشارت إلى أن الأزمة بدأت من هناك والتوتر افتعلته تل أبيب، وهي تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. في إطار هذه المشتركات ربما بين البيانات الإيرانية والتصريحات الرسمية الإيرانية، يمكن الإشارة بشكل سريع ما هي العوامل المؤثرة في اتخاذ طهران قرارها بالرد على إسرائيل. يمكن القول بأن بطبيعة الحال وإن كانت إيران تقرأ الهجوم على أنه فشل إسرائيلي لم يحقق أهدافه وجاء أقل من التوقعات، إلا أن الحصيلة النهائية التي تقف عليها السلطات الآن سواء من الناحية المادية والتخريبية في المباني التي تم استهدافها والمعدات والمخازن وما إلى ذلك، أو القتلى 4 قتلى أعلن عنهم رسميا من قبل الجيش الإيراني، هذه عوامل مؤثرة بطبيعة الحال، خاصة أنه للمرة الأولى ربما منذ الحرب العراقية الإيرانية يتم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة الإيرانية طهران. هذا تجاوز لخطوط حمراء بطبيعة الحال في إطار الصراع الإيراني.
الوطني الإسرائيلي. أيضا موقف دول المنطقة غاية في الأهمية، أشار إلى ذلك وزير الخارجية الإيرانية في تصريحات له اليوم، وقال بأن إيران تشكر كل من أدان الهجوم الإسرائيلي عليها، وإيران ترصد بطبيعة الحال تحركات دول المنطقة ومواقفها من هذا الهجوم. وفي هذا الإطار ردها على إسرائيل أيضا، في ردها على إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار هذه المواقف والتطورات الإقليمية. وقبل وأخيرا يمكن الإشارة إلى القنوات الخلفية التي تجري بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران والدول الأوروبية من جهة أخرى. هناك الكثير من الرسائل ومن الوساطات تجري باتجاه العاصمة طهران، ولكن إيران تريد أن تستفيد من هذه الوساطات ومن هذا التحرك الدبلوماسي من أجل إنهاء العدوان على لبنان وإنهاء الحرب على غزة. شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران.